كاملين فرح. شفنا على صفحات الفيسبوك أخبار وإشاعات كتير عن طقس لبكرة ومنخفضات هبوب رياح وممكن يكون في أمطار. كرمال نحن اليوم نعرف صحة هذا الخبر وننفي الإشاعات لكل حدا عم يشوفنا. رح نروح نحن وأنتو باتصال هاتفي مع المتنبي الجوي حسان الجردي. بدي لك يسعد لي صباحك أستاذ. صباح الخيرات، يسعد صباحك يا هني. صباح الخير. يسعد صباحك استاذ حسان. اليوم مثل ما قلنا عم نسمع كثير على مواقع التواصل الاجتماعي انه بكره رح يكون في منخفض كثير قوي وكمان حيترافق مع رياح شديده، خلينا نعرف صحه هذا الخبر. هلا بدايه صباح الخير من جديد لك لزمنتنا للكادر للاخباريه السوريه. هلا بالنسبه للاحوال الجويه المنخفض نحن عم نتاثر فيه من امبارح، بس كانت حالة عدم الاستقرار حاضرة وموجودة بالمنطقة الساحلية، بمنطقة الجزيرة، بالمنطقة الشمالية والشمالية الغربية، أدت إلى هطولات مطرية كانت متميزة بالساحل السوري بمحافظة اللاذقية تحديدا. كانت أكبر كمية هطول بمدينة كسب 45 ملي، باللاذقية مركز المحافظة 23 ملي، القرداحة 7 ملي، مطار الشهيد باسل الأسد الدولي 5 ملي، بمنطقة الجزيرة من بالقامشلي 4 ملي تقريبا، بمنطقة الشمال بحلب تقريبا 1.5 ملي، بجرابلس 5 ملي، طل الابيض 1.5 ملي، بارمناز بمحافظة ادلب 10 ملي. هلا الهطولات مستمرة ولكن باقي المناطق كانت الوسطى الجنوبية الجنوبية الغربية الشرقية كان في حالة استقرار، حرارات اعلى من معدلاتها. هلا اليوم ان شاء الله الاجواء بشكل عام عم تكون غائمة الى غائمة جدا، احيانا تستمر فرصة الهطول بالساحل وبتمتد خلال ساعات بعد الظهر الى المنطقه الوسطى الجزيره الى مختلف المناطق، لتكون هطولات ان شاء الله جيده بهيدي المناطق. الرياح بشكل عام خلال ساعات النهار عم تكون شرقيه الى جنوبيه شرقيه خفيفه السرعه، اما بالليل فبتتحول الرياح مع بدء تاثرنا بمنخفض جوي بيتعمق وبيأثر باغلب المناطق والمدن السوريه. مركزيه انهار بكره بيستمر معنا حتى تقريبا مساء يوم الجمعة، بذروة تكون جيدة جدا بالساحل السوري والشمال، في نشاط واضح وملحوظ بسرعة الرياح الغربية للجنوبية الغربية. هذا الرياح اللي قامت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية بتحذير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إن كانت مقروءة أو مسموعة، بتحذير الأخوة المواطنين من نشاط سرعة الرياح الغربية للجنوبية الغربية واللي تتجاوز هباتها 90 كيلومتر بالساعة من صباح يوم الخميس بكره حتى ظهر يوم الجمعه، يصير الغبار بالمناطق الشرقيه والباديه والجزيره وتؤدي الى تدني بمستوى الرؤيه الافقيه بهذه المناطق. بالنسبه للاجواء بشكل عام نهار بكره خلال المنخفض بتكون الاجواء غائمه جزئيا بشكل عام، تستمر فرصه الهطول بالمنطقه الساحليه والشماليه الغربيه والوسطى، باغلب المناطق راح يكون في حضور للهطول المطري ان شاء الله تعالى. الهطولات بتكون غزيره بالساحل مصحوبه بالعواصف الرعديه وحبات البرد، اما الهطول الثلجي عم يكون بالمرتفعات الجبليه العاليه، في انخفاض واضح وملموس بدرجات الحراره خلال ذروه المنخفض نهار بكره، تنخفض بمعدل تقريبا من 5 ل 6 درجات لتكون الحرارات ادنى من معدلاتها من 2 ل 4 درجات بكافه المناطق على امتداد الجغرافيا السوريه. هلا بتستمر الاحوال الجويه حتى ظهر يوم الجمعه، بعدين بتبلش الاجواء تميل للاستقرار بشكل تدريجي، الرياح بتخف سرعتها من ظهر يوم الجمعه لحتى تتحول الى معتدله السرعه، والاجواء بشكل عام بتضل غائمه جزئيا مع فرصه للهطول المطري بالمنطقه الوسطى والجنوبيه والساحليه. هذا المنخفض اللي حكينا عنه واللي بدنا نتاثر فيه بشكل متعمق على اغلب المناطق من مساء يوم الاربعاء حتى ظهر يوم الجمعه، تغيرات ان شاء الله وهطولات مطريه بتكون جيده جدا وتؤدي الى زياده المعدلات الهطول المطري خلال العام الحالي اللي هو 2022. اما درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق اليوم 17/8، القنيطره 15/4، السويداء 16/6، درعا 18/6، القلمون والمرتفعات الجبليه 10/1، المنطقه الوسطى حمص 16/9، حماه 18/11، بالساحل اللاذقية وطرطوس 17/6، بالشمال حلب وإدلب 16/9، دير الزور المنطقة الشرقية 22/13، الرقة 21/11، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 19/8، البادية السورية تدمر 20، تنخفض خلال ساعات الليل
أشعة التبريد الأعظمي لتسع درجات مئوية. تمام استاذ، مثل ما خبرتنا حضرتك المنخفض حيبلش حينتهي نهار الجمعه. اليوم اذا هيك حبينا، ومثل ما فهمنا من حضرتك حيكون في غبار، وبنهار الجمعه كمان اليوم في شيء تحذيرات حقيقيه اليوم ممكن نستفيد من تواجدك وتخبرنا اياها؟ هلا التحذيرات لليوم، هلا اليوم بالنسبه للمنطقه الجنوبيه والمناطق ان كانت الشرقيه والباديه، هلا في حاله استقراريه هي بميز طبعها اليوم طقس هيدي المناطق. التحذيرات بتكون نهار بكره بما يخص بالساحل، اول شيء الهطول المطري الغزير بتشكل السيول بالمنحدرات بالوديان بالمناطق المنخفضه، حركه الملاحه البحريه نتيجه النشاط بسرعه الرياح واللي بتتجاوز سرعه ال 90 كيلو متر، هي بتاثر على الملاحه البحريه بشكل عام، والبحر رح يكون عالي الموج، توصل تقريبا ارتفاع الموج ببعض الاحيان الى 3.5 متر. بخصوص المناطق الشرقيه والجزيره والباديه، نتيجه النشاط بسرعه الرياح رح يكون التحذير فقط من مدى الرؤيه الافقيه، لانه بتؤدي الى انخفاض الرؤيه الافقيه. الاخوه السائقين، الناس اللي بدهم يطلعوا نهار بكره او بعد بكره حتى نهار الجمعه، فنتيجه الرياح القويه الرؤيه رح تكون متدنيه جدا بهيدي المناطق. بنتمنى من الجميع توخي اسالب الحيطه والحذر، وان شاء الله السلامه والامان للجميع. اما باقي المناطق فبنحذر بشكل عام من الانخفاض بدرجات الحراره، لانه في فرق ما بين اليوم وبكره تقريبا 6 درجات مئويه. هيدا الانخفاض رح تكون الحرارات ادنى من 2 ل 4 درجات، هي بالاساس كانت اعلى من معدلاتها. وان شاء الله هيدي الامطار تحديدا بهيدي الاوقات بتكون امطار خير ورحمه باذن الله على كافه المناطق والمدن السوريه باذن الله. نعم كل الشكر لك استاذ حسان وعلى كل المعلومات اللي قدمتها.